проведения специальной военной операции. في فجر يوم 24 فبراير عام 2022 بدأت أكثر الحروب شرسة وتخريبا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البدء في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. الحرب التي كانت نتاجاً لصراع استمر طيلة عقدين بين الجارتين المتنافستين، وصفها الرئيس الروسي بأنها حاسمة وفورية لا مفر منها، محملاً في خطابه المطول قبل الحرب دول الغرب الفشل في تقديم الضمانات الأمنية اللازمة لروسيا لعدم توسع حلف شمال الأطلسي الناتو شرقاً باستخدام أوكرانيا. بوتين وفي الوقت نفسه عدد أسباباً أخرى للحرب، منها تجاهل المنظومة الغربية الحشود العسكرية الأوكرانية على خطوط التماس مع إقليم دونباس، وكذلك القصف الذي شنته ضد قوات مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لروسيا. بوتين كذلك أعاد التذكير بالحقائق التاريخية المتعلقة بإنشاء أوكرانيا والموقف العدائي للنظام في أوكرانيا تجاه موسكو ومشاركة الغرب بشكل مباشر في محاولة إضعاف روسيا وخنقها. إجمالاً يمكن تلخيص أهداف بوتين من تلك الحرب في عدة نقاط، أولها إصلاح الضرر الذي لحق بنفوذ روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستعادة ميزان القوى مع الغرب في شرق أوروبا، ثم إنشاء نظام أمني تتوسع خلاله هيمنة روسيا وحدودها الأمنية باتجاه الغرب، بحيث تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، وإبعاد نفوذ الناتو إلى حدود 1999. على الجانب الآخر، يرى الغرب أن الضمانات الأمنية التي كانت تطلبها روسيا لإبعاد شبح الناتو عن حدودها تهدد أمن الدول الأعضاء، وأكد الحلف أن إعلان أوكرانيا نيتها الانضمام إلى الناتو هو أمر يخص كييف ولا يحق لروسيا الاعتراض عليها. ومن هنا رأى الغرب أن الحرب الروسية الأوكرانية غير مبررة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار حرباً مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، وأضاف أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار اللذين سيحدثهما هذا الهجوم. أسباب عدة إذن أشعلت فتيل الحرب التي مر عليها عام كامل دون أن تضع أوزارها أو يتضح سيناريو لكيفية إنهائها، وسط غياب للحلول الدبلوماسية وتصميم روسي على تنفيذ أهدافها كاملة من العملية العسكرية.